السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بدأ التقديم إلى قناة المعلمين المجازين دراسياً. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التقديم الإلكتروني على قناة المعلمين المجازين دراسياً للسنة الدراسية 2024-2025، وذكر بيان للوزارة أنه تم بدء التقديم الإلكتروني إلى قناة المعلمين المجازين دراسياً للسنة الدراسية 2024-2025، وأشار إلى أن التقديم مستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق 25/7/2024 عن طريق بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة التي رابطها سيكون في وصف الفيديو، ويتاح التقديم في هذه القناة للمعلمين والمعلمين المهنيين وفق التخصيص الدقيق.